أهلا بكم. لماذا يولد الطفل صغيرا لا يدرك ولا يفطن؟ فيه الوداعة، فيه السذاجة، نقي القلب، طاهر النفس، فما يفتى إلى أن يدخل في دور الشباب ثم الرجولة، فينقلب ويتحول عن الصورة التي خلق عليها وعن الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عليه. واسمح لي أسألك سؤال يا أخي الكريم، هل الإنسان لما بيكبر في السن وتزداد معارفه وتزداد العلاقات الاجتماعية عنده ويزداد اطلاعه في العلوم بيسيء التصرف وبيميل إلى العجز والكسل عن الصلاح وبيميل إلى العزلة والانطوائية عن الاختلاط بالناس؟ انت ذات نفسك لما بتيجي تعمل ذنب انت بتكون راضي عن نفسك؟ لو سألتك وقلت لك مثلا انت ما بتصليش ليه وانت مقصر في الصلاة وما بتصليش، هتقول والله العظيم انا نفسي اصلي، انا جوايا خير بس حاسس ان في حائل بيحيل بيني وبين الصلاة، نفسي ان انا اقوم واتوضى بس في شيء بيمنعني عن الصلاة، في شيء بيمنعني عن أداء الزكاة، في شيء بيمنعنا عن إخراج الصدقة. المذنب لما بيجي يعمل الذنب، هل الذنب ده بيكون عن شهوة متأصلة في نفسه مجبول عليها وهو بيعلم تمام العلم ما ينتظره من عقاب من الله عز وجل، أم أن هناك دافع دفعه إلى فعل الذنب والمعصية وزينها ليه وخلاها سهلة بالنسبة له، حتى بعد كده لما يجي يعمل أي ذنب أو معصية يصبح الأمر متعود عليه، على الرغم لو رجع بالسنين لورا الذنب اللي كان بيعمله ده لو يعرض عليه في بداية حياته هيرفضه وهيستعيذ بالله من شره. فهل الإنسان لما بيكبر في السن بيسيء التصرف؟ طب ما سألتش نفسك إيه اللي بيدفعه لإساءة التصرف؟ الخبيث، هل الخبث ده فضيلة من الفضائل الموجودة جواه؟ مع إن الخبث والطيبة موجودين في كل نفس بشرية، والاثنين بيتنازعوا مع بعض داخل كل نفس بشرية، فاللي بينتصر منهم بيصور الإنسان بالصورة بتاعته. فإما إنك أنت تشوف الإنسان تقول ما شاء الله الإنسان ده ملاك، ياه ده في طيبة لا تعد ولا توصف، أو إنك أنت تشوفه فتستعيذ بالله من شره ومن شر خبثه، على الرغم إن الشيء اللي جعله خبيث حاجة أقوى منه، وده بيسمى بالوسواس. الوسواس ده يا أخي الكريم بيزين لنا القبيح فبيخليه حسن، وبيزين الرذيلة فبيخليها فضيلة، وبيزين المنكر فبيخليه هدى، ويخلي الهدى في نظرك عبارة عن ضلالة، فتصبح إنك أنت بتعمل الذنب أو المعصية ومصر عليها ومستهين بيها ومش مدرك انك انت على ذنب او على معصية. فلو حد قال لك انت بتعمل كذا او عندك خطأ كذا ما بتتقبلش كلامه. طب ما سألتش نفسك انا ما بتقبلش نصائح الاخرين ليه؟ ايه القوة اللي موجودة جوايا او السيطرة اللي بتسيطر عليا عشان تخرجني من طريق الصلاح، عشان تبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى، عشان تبعدني عن الصلاة، وعشان تحرمني من كل فعل خير يقربني لله عز وجل. عايزك تعرف يا اخي الكريم ان ده بيسمى الوسواس، والوسواس هو روح شريرة وشيطان، وبيجي للإنسان من غلبة السواد، أو بمعنى أصح هو كل شيء بيخش لقلبك ما فيهوش خير نهائياً وبيقربك من الشر. وعايزك تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى جعل للوسواس علاج، وده اللي هتكلم عنه في الحلقة اللي جاية ان شاء الرحمن. وعايزك تتذكر شيء واحد، ان الشيطان ممكن يخليك تعمل ذنب معين لكن انت صالح في كل حياتك ويحبب ليك الذنب ده، فتشوف نفسك انك انت انسان صالح لكن على الرغم ان في حاجة بتعملها والحاجة دي غلط والكل شايف ان هي غلط بس انت شايف ان هي صح ومش مدرك انك انت بتقع في الخطأ، وده اللي بيزينه ليك الشيطان يا أخي الكريم. لذلك يا أخي الكريم الشيطان ليه وسائل كتيرة جدا بيدخل لينا من خلالها، وده اللي أنا هوضحه لكم في الحلقات اللي جاية، وده اللي أنا هعرفه لكم إزاي إن إحنا نتعالج من الوسواس، وإزاي إن إحنا لو مصرين على ذنب نتخلص من الذنب ده بسهولة ويسر بطريقة سلسة جدا من القرآن الكريم. فتابع في الحلقات القادمة إن شاء الرحمن. لو عجبك المقطع ده ما تنساش إنك أنت تدوس لايك، ولو أول مرة بتسمعني اضغط زر السبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام.